عطلة جديدة في انتظار المغاربة. من المقرر أن يستفيد التلاميذ وأطر وزارة التربية الوطنية من عطلة دراسية جديدة خلال شهر دجنبر المقبل. وحسب ما أوردته لائحة العطل المدرسية، فإن التلاميذ على موعد عطلة الفترة البينية الثانية، عطلة فاتح السنة الميلادية من يوم الأحد 26 دجنبر إلى غاية يوم الأحد 2 يناير. كما سيستفيد المتمدرسون خلال شهر يناير القادم من عطلة ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال في 11 من الشهر ذاته، تقول ست أنفو.